مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم رايك بصوتك. من السادسه وحتى السابعه كل يوم بنكون موجودين معاكم، بنستنى ارائكم المختلفه في قضيه بنطرحها على حضراتكم، سواء بناء على طلبكم او بناء على ما يتطلبه الشارع المصري من موضوعات وقضايا بتكون محل اهتمام بالنسبه للمصريين. زي ما شفتوا في الاسئله، بنتكلم النهارده عن المحليات وعن فساد اشتكى منه الكثيرون في المحليات او من المحليات في الفتره الماضيه. الحقيقه ان رجل الشارع استقبل بكتير من الطرح والاشاده تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفتره الماضيه، من خلال لقائه مع رئيس هيئه الرقابه الاداريه. كانت متحدده وكانت واضحه جدا بضروره مكافحه الفساد قبل ما يحصل الفساد، وكيفيه القضاء عليه والتعاون والتنسيق التام مع باقي الاجهزه والهيئات المختصه علشان يتم مكافحه الفساد بحسب ما كان اتقال وقتها من اجل اقتلاع جذوره. ولكن الناس حتى الآن ما زالوا يتساءلون متى ستقتلع هذه الجذور، أو متى سيقتلع الفساد من جذوره، ومتى ستقوم الأجهزة الرقابية المتخصصة في الفساد من أجل القضاء على الفساد في المحليات. فساد المحليات مش جديد، موجود من سنوات كتيرة جدا، مش من سنين 3 4 5 لا، من عشرات السنين. ظواهره واضحة جدا بالنسبة للناس كلها، من إشغالات وتعدي فاضح على الشارع لحد هدم فيلات علشان يتم بناء أبراج شاهقة بحسب الخبراء، قالوا إن هي بتتسبب في الضغط على البنية التحتية، وكمان عدم الالتزام بقوانين وضوابط في ارتفاع المباني المختلفة. وبعد كده لو حد اشتكى حتى وراح قدم بلاغ إن في مباني موجودة بيتم بناء عليها أدوار مخالفة بفلوس كده بسيطة، بتخلص فعلا بيحصل. طبعا ده ناهيك عن عدم وجود جراشات في الأبراج، وده بيتسبب في مشاكل كتيرة جدا في المرور، بالإضافة لتعدي على الشوارع وهدر بقى بنية أساسية من خلال عمليات بناء من غير أي رادع من القانون، وحتى لو في قانون موجود بيتم التلاعب فيه، وده كله بسبب غياب المحليات، أو بمعنى أدق بسبب إن يتم غض الطرف عن هذه التعديات. المحليات أكبر القطاعات اللي بينتشر فيها الفساد في مصر بحسب الأرقام وبحسب البلاغات اللي بيتم تقديمها وبحسب شكاوى المواطنين. وفقا للدراسات اللي أعدها ملتقى الحوار للتنمية، رصدت 1179، وده رقم كبير جدا، وده تسبب في إهدار 387 مليون جنيه في سنة واحدة على الدولة. كمان أشارت التقارير والإحصائيات دي إلى أن الأموال اللي تم اختلاسها من المال العام بلغ 2.8 مليون جنيه في 5 محافظات بس، كانت الإسكندرية والغربية والدقهلية والمنيا وبني سويف. هنتكلم النهارده عن ملف الوحدات المحلية اللي بيشهد عشرات الآلاف من حالات التغاضي عن تحرير مخالفات للاستيلاء على أراضي الدولة بوضع اليد وتخفيض قيمة أراضي تابعة للدولة لصالح شركات استثمارية مقابل الحصول على رشوة. ده مش اتهام مبالغ فيه، لا، ده اتهام بيحصل. دي بلاغات بيتم تقديمها وبيتم أحيانا تزويرها لأوراق رسمية كجوازات سفر وأختام شعار الجمهورية ومصلحة الأحوال المدنية والشهر العقاري. ده هنتكلم عنه بالتفصيل في شكاوى. أول ما عرفت إن احنا بنتكلم النهارده عن الموضوع ده جات لنا عن الشهر العقاري، وكمان البناء بدون ترخيص والتعلية بدون أي ترخيص والتعدي على أملاك الدولة وتجاوز قيود الارتفاع والبناء على موانع التنظيم مقابل رشاوى مالية. هنتكلم النهارده عن الموضوع ده بالتفصيل. اي حد عنده شكوى سواء في عماره مجاوره او عمارته هو لان صاحب العماره عايز يعليها وراح اشتكى، الرد كان معلش تعدي او تم ايقافها لحد ما بعد يومين رجع تاني يبني، وبعد كده نلاقي عماره بتقع ويقول لك السبب ان هي عماره مخالفه. طب كنت فين من الاول؟ ده كله بيكون بسبب فساد موجود في المحليات. غيرها بقى من الامور زي الشهر العقاري، وزي ما اتكلمنا عنها في هذه المقدمه هنتكلم بالتفصيل سواء معاكم او مع المسؤولين، نسالهم كيف يتم حل هذه المشكله من جذورها كما قال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. هنفكركم بأسئلتنا قبل ما نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنبدأ نتلقى إجاباتكم المختلفة عن فساد المحليات، وأسئلتنا كالتالي. هل تشعر بعودة إشغالات الطرق والباعة الجائلين من جديد في شوارع القاهرة؟ كان مؤخرا بيتم الحديث ويمكن خلال اليومين اللي فاتوا عن ميدان رمسيس تحديدا وكيفية نقل الباعة الجائلين. لماذا لا تمارس المحليات رقابتها لإزالة إشغالات الطرق بكل أنواعها؟ متى تتوقع أن تقوم المحليات بدورها وتنفذ القانون؟ عندنا مشكلة في التنفيذ، هنسألكم النهارده السؤال ده، وهنستنى كمان إجاباتكم وإجابات المسؤولين على صفحاتنا المختلفة، سواء على فيسبوك أو على تويتر. صفحاتنا اسمها النهار اليوم أو رأيك بصوتك باللغة العربية. هتلاقونا بسهولة جدا، تبعتوا تعليقاتكم المختلفة، أو حتى لو عايزين تكلمونا على أرقام تليفوناتنا اللي بتظهر خلال ساعة كاملة على شاشتنا. بعد الفاصل في النهار اليوم رأيك بصوتك، خليكم معانا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مره ثانيه في حلقتنا من رايك بصوتك. طبعا ده او دي الفقره الثانيه من حلقتنا النهارده، لان احنا دايما متعودين في بدايه كل حلقه من رايك بصوتك مع وجود او مع استمرار عمليه عاصفه الحزم بنبقى موجودين في نفس التوقيت كل يوم مع المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعه ما يحدث من عمليه عاصفه الحزم، وبالتالي احنا بنكون موجودين معاكم في الفقره اللي هي بعد المؤتمر الصحفي مباشره عشان نرجع نكمل حديثنا معاكم. ولكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الفساد في المحليات وعن التراخي ربما من جانب المحليات في ازاله الاشغالات بالشوارع. هاتفيا معانا دلوقتي الاستاذ صبري الجندي، مستشار وزير التنميه المحليه. استاذ صبري، تحياتي ليك يا فندم. اهلا وسهلا. استاذ صبري، يعني حتى الان نلاحظ انه بيتم من جديد عوده الاشغالات في الطرق مع عدم ازالتها وفي الشوارع المختلفه، ايه السبب في كده يا فندم؟ يعني اولا حضرتك قلت ان هناك تراخي في الاداره المحليه. نعم. وانا متفق معاك ان هناك كثير من التراخي في الاداره المحليه. لكن هناك ايضا سلوك بشري. هناك مواطن اعتاد على الفوضى، تجرأ على الدولة، وتصور انه احتلاله للرصيف او للشارع اللي هو ضد اي قانون وضد حقي وحقك في ان احنا يبقى عندنا رصيف امن او شارع امن. نعم. تصور ان هذا حق مكتسب، واصبح يتعامل مع الدولة على انه صاحب الحق، وان الدولة ليس لها حق في ان تفرغ الطريق للمشاة او الرصيف للمرة، وبالتالي بيقاوم هذا. فعندما تأتي حملة من حملات إزالة الإشغالات يعود بعد المقاومة اللفظية احيانا، واحيانا المقاومة الجسدية، انه يتعدى باللفظ او بالايد على القائمين على الحملة. وبعدين اذا فشل في هذا واصروا على الازاله وان الشارع يبقى فاضي من الباعة الجائلين، بعد ساعه او اثنين يرجعوا تاني. وللاسف الشديد المواطن العادي اللي هو انا وحضرتك اللي بنشكو من ان الرصيف محتل، الشارع محتل، لما تيجي تشوف الاداره المحليه وهي بتزين تلاقي ان مع الباعة وتقول لك سيبه ياكل عيش، او تقول لك يعني امال هيروح فين؟ وهو في نفس الوقت كان عندك الصبح بيشتكي انه مش عارف يمشي في الشارع. طيب، ما دام اعترفنا واتكلمنا ان في تراخي في بدايه الحديث مع حضرتك، وحضرتك قلت ان بتعترف ان في فعلا واضح تراخي من جانب الاحياء، وعلى الناحيه الثانيه ان المواطنين بيبقوا ضد القانون فبيشوف ان هو ده حق مكتسب. خلينا نمسك نقطه نقطه. اولا التراخي ده حصل ازاي من جانب الاحياء؟ ايه اللي المفروض يعملوه ومش بيعملوه من وجهه نظرك؟ انا هقول لحضرتك هذا التراخي عشان برضه ما نظلمش المحليات قوي. هذا التراخي سمة في المجتمع المصري. يعني لا تستثني الإدارة المحلية من حالة التراخي العام أو حالة البطء العام في الأداء. لدينا تراخي في كل المجالات، لدينا استسهال في كل المجالات، لدينا عدم إحساس بالوطن في معظم المجالات. ما هو أستاذ صبري، ما هو مش هينفع يعني كل يعني إجابة كل حاجة إن إحنا المجتمع بيعمل كده، أو المجتمع مقصر، أو المجتمع بيستسهل. لا لا لا. طب إيه الحل؟ لا لا لا، مش إجابة كل حاجة. لا لا، أنا عايز أقول لك إحنا لابد أن نعترف أن هناك تغييرات ضخمه جدا طرأت على الشخصيه المصريه. مع هو انا هسألك سؤال، هو حضرتك مدير القناه بتاعت حضرتك مصري ولا اجنبي؟ مصري. طيب هذا المدير عندما يتعامل معك بيتعامل بطريقه المصريين ولا الاجانب؟ يا وضح، اتفضل كمل. بمعنى ان لو انا عندي اوتيل، بلاش القناه عشان ما تزعلش حضرتك. لا انا هزعل من ايه؟ ما انا عايز اوصل معاك لوضوح، نوضح الموضوع اللي حضرتك عايز توضحه. لو انا عندي اوتيل في قلب القاهره مديره اجنبي، يعني شركه اجنبيه تدير الفندق، اي فندق مش هقول اسماء عشان ما يبقاش اعلان، مديرها واحد اجنبي وبقيه العاملين في الاوتيل كلهم مصريين. طب ليه بيبقى هذا الاوتيل في قمه في الانضباط وفي شغل كويس جدا وفي جديه في الاداء، بينما اذا خرج المواطن ده هو نفس المواطن المصري الذي يعمل بانتظام وبجديه وباداء راقي وعالي، اذا خرج في الشارع يتحول الى بقيه اللي ماشيين في الشارع زي اللي ماشيين في الشارع. استاذ صبري، يعني دي كلها اجابه يعني احترمها طبعا، ولكنها لم تجب على اي من تساؤلاتي. قول لي يعني ماشي، المجتمع فيه مشكله، المسؤول بقى كمسؤول، يعني الدوله جاءت به كمسؤول من اجل حل هذه المشكله، هل هو حله دلوقتي او اجاباته ان هو ان المواطن هو اللي عنده مشكله فاحنا خلاص لا لازم نجيب له واحد اجنبي يعمله؟ بص حضرتك، المسؤول اللي انت جايبه ده هو في الاساس مواطن، دي نمره واحد. طيب خلاص اعترفنا ان، يعني خلينا نعترف ان المواطن عنده مشكله، ان هو بقى عنده حق مكتسب عند الدوله ان هو ياخد حاجات بالمخالفه للقانون. كيف نواجه هذه المخالفات؟ بانفاذ القانون على الجميع. طيب وليه ما بيحصلش كده؟ لسبب بسيط، لانه ما زلنا الدوله بشكل عام، مش في المحليات، الدوله بشكل عام تدار بطريقه الخواطر وعشان خاطري ومعلش، والقانون ده عند حضرتك يطبق وعليا لا يطبق، وانت مش عارف انا ابن مين، وانت مش عارف انا بشتغل فين. ما زال هذا هو السلوك السائد على مجمل المصريين، مش كل المصريين، في مصريين ملتزمين بالقانون وفي مصريين ملتزمين بإنفاذ القانون، لكن عندما تجد هؤلاء تبقى سعيد جدا بيهم، لكن الأغلبية الأعم احنا عندنا هواية عدم احترام القانون، عندنا وانا ما بحبش كلمة ثقافة اللي بنرددها كتير جدا، عندنا ثقافة انه اللي تغلبه العبه، اللي تقدر عليه اعمله. طيب التراخي اللي حضرتك اعترفت بوجوده في بدايه الحلقه او في بدايه المكالمه، ايه هو؟ يعني جاي منين؟ او ايه سببه؟ او ايه هي مظاهره؟ ده تراكمات سنين طويله جدا، انت محتاج الى اعاده بناء الدوله المصريه، انت محتاج الى اعاده بناء التشريعات والى تنقيه التشريعات والى ان التشريعات تبقى حاسمه، وانك انت كمان وانت مدير تبقى مدير حاسم. لا تتوقع انك انت مدير مش حاسم وتيجي، يعني هقول لك حاجه، الدوله من ابسط الاشياء تعملها ايه؟ تغلظ العقوبه في القانون، وكأن الدوله مثلا بتطبق القانون كما يجب في كل الاماكن او في كل على كل الحالات. لا حضرتك شوف الحملات اللي تمت على السائقين في الطرق السريعه، خدت قد ايه؟ يوم 2 3 اسبوع 2 3، وكأس الامور كما يجب كما هي بالظبط. طيب وزارة التنمية المحلية يا أستاذ صبري، يعني وزارة التنمية المحلية نفسها هي المسؤول الأول عن في حالة وجود فساد في المحليات، والمحليات دي هي المسؤول الأول عن كل احتياجات المواطنين، يعني مربوطة بكل احتياجات المواطن في المنطقة اللي هو بيشتغل فيها أو المنطقة اللي هو عايش فيها أو المنطقة اللي ممكن يحصل مشاكل فيها بسبب مخالفات بتحصل في عمارة أو بناية أو غيرها. إيه دور وزارة التنمية المحلية في النقطة دي؟ اللي احنا برضه فاهمينه غلط، انه وزير التنميه المحليه هو رئيس المحافظين. غير صحيح. رئيس المحافظين هو رئيس مجلس الوزراء، الرئيس المباشر للمحافظين. المحافظين بيداروا من خلال وزاره التنميه المحليه، اسمها تنميه محليه مش اداره محليه. عندما كانت وزاره الاداره المحليه اسمها كده، كان الوزاره مسؤوله عن الإدارة المحلية، نحن لم يعد لدينا إدارة محلية. طب قول لنا إيه اختصاصها بقى وزارة التنمية المحلية؟ وضحها لنا. عندها 4 ملفات شغالة عليهم، مسؤولة عنهم، منها جهاز بناء وتنمية القرية، كان منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي راح وزارة التجارة والصناعة عند منير فخري عبد النور، لكن الوزير الحالي لأنه أصلا اشتغل محافظ لمدة سنوات طويلة وحقق نجاحات كمحافظ آسف فندم. اتفضل يا فندم، ألف سلامة. بيقدر ينقل خبرته للزملاء من السادة المحافظين، وهو أيضا عنده تفويض من السيد رئيس الوزراء بإجراء تغييرات أو تعيينات أو نقل لرؤساء المدن ورؤساء الأحياء. يعني عنده تفويض، يعني هو بيقوم، يعني معناه ان هو بيمارس اهو، يعني ليه الحق في ان هو يمارس الوظيفه بتاعته. ايوه يا فندم، عنده تفويض ببعض المهام المنوط بيها اصلا السيد رئيس الوزراء. طيب يعني هو عنده تفويض. دلوقتي وزاره التنميه المحليه ودورها في المحليات ايه هي اللي المفروض تعمله في هذا الملف تحديدا من اجل القضاء على ما يسمى بالفساد وعلى ما يسمى ب يعني تراخي أو ترهل في الأداء؟ عندها وزارة التنمية المحلية عندها جهاز مهم جدا اسمه جهاز الرقابة والتفتيش. عندما يخرج هذا الجهاز على حساب الوزارة، ليس على حساب المحافظة ولا حاجة، يمر على الأحياء وعلى المدن وعلى المراكز ويشوف أوجه القصور ويتم رفع التقرير بها للسيد المحافظ السيد الوزير، والوزير يدي تعليماته للمحافظ أو يناقش المحافظ فيما تم اكتشافه، ويتم توقيع الجزاءات على الموظفين. الجزاء في حد ذاته مش لوحده هو الحل. نعم. طيب ايه الحالات اللي حصلت زي كده يعني مثلا على مدار الست شهور اللي فاتت مثلا ايه ابرز الحالات اللي تمت وتم رفعها الى الوزير واعطى قرارا مثلا بازالتها؟ كتير جدا يا فندم، كتير. هناك كمان شكاوى التي تنشر في الجرائد والمجلات ووسائل الاعلام يتم من خلال الجهاز دي متابعتها. التفتيش على فقط ما ينشر على الاعلام يا فندم، لان انا الحقيقه عندي مشاكل ان بيجي لنا تعليقات وشكاوى دي بنعرضها، ولكن في غيرها ما بيجيلناش، في غيرها ما فيش حلقه مخصصه لمناقشه الموضوع ده، فمش هنعرف ننشر المشكله. ايوه فندم، انا معاك. اتفضل. بس انا هقول لك، هو انا الاعلام ده عين على اي مسؤول تنفيذي عشان يشوف له ويشوفه في نفس الوقت، يعني يكتشف له الاخطاء، وهو ايضا يبقى على الوزير عين على الوزير، يعني ايضا يرقب اداء الوزير واداء وزارته واداء المسؤولين عنده. ده الاعلام. المواطنين العاديين مين قال لك ان هو ما بيشتكوش؟ لا، بيشتكوا كتير جدا. كم الشكاوى رهيب جدا، وده معناه انه الاداء نفسه مش عالي، لانه لو انا اقدر احل مشكلتي عند. طيب ليه ما شفناش مثلا، يعني احنا بنتكلم على ضروره، يعني احنا بنتكلم دايما على ضروره تطبيق القانون على المخالفين. لا، الصوت يا فندم بدا يروح. استاذ صبري سامعني يا فندم؟ لا، الصوت بدا يروح يا فندم. طيب استاذ صبري؟ استاذ صبري؟ طيب فقدنا الاتصال مع الاستاذ صبري الجندي مستشار وزير التنميه المحليه. هو يعني الوزاره مسؤوليه تامه عن المحليات، طب ليه في مره احنا ما نشوفش مثلا ان احنا نلاقي مسؤول في المحليات هو اللي بيتم معاقبته لانه مثلا تجاوز، او لانه مثلا حصلت في عهده مشكله، او ان في شكوى وصلت لنا في الاعلام. على فكره مش هو ده الوضع السليم، يعني كده الوضع ده وضع استثنائي، ان المشكله علشان ما لهاش حل نعرضها في الاعلام فنلاقي لها الحل. ده وضع يعني طبيعي جدا ان دور الاعلام ان احنا نحل مشكله الناس، ولكن وان احنا عين على المسؤولين، ولكن مش هو ده الوضع الطبيعي ان هو يمشي، ان لو المشكله ما اتعرضتش في الاعلام يبقى مش هتتحل. ما ينفعش ان المواطن يبقى هو قاعد في البيت عارف ان مشكلته عمرها ما تتحل الا لو راحت لقناه النهار او لقناه فضائيه او لصحيفه معينه عشان تعرضها، عشان المسؤول هيلحق يتحرك علشان احنا عينه. هو ما بيحسبهاش كده عشان ما يلحقش الموضوع يكبر فيفقد مكانه. لابد من ان الواحد يبقى عارف ان هو في مكان معين بيحاول يحل مشكله معينه عشان هو موجود في المنصب ده، مش عشان المشكله اتعرضت في الاعلام. يمكن المعنى لابد ان يكون واضحا بالنسبه للجميع. عموما احنا معانا تليفون الدكتور سمير عبد الوهاب رئيس قسم الدراسات الاداريه بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره. دكتور سمير اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. دكتور سمير، يعني بماذا تفسر التراخي الحاصل حاليا في المحليات من اجل ازاله الاشغالات وغيرها من المشاكل التي تواجه المواطنين في الشارع المصري؟ هو طبعا في اسباب عديده ممكن لهذا التراخي بالنسبه للمسؤولين او بعض المسؤولين في الاداره المحليه، ممكن نتيجه لعدم وعي البعض منهم بدوره وبمسؤولياته، ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه ممكن عدم وجود متابعه لهؤلاء المسؤولين من جانب وزاره التنميه المحليه او من جانب المحافظين. ايضا غياب وجود مجالس محليه وعدم وجود مجالس محليه من 2011 لغايه دلوقتي، اعتقد ده برضه له دور مهم في هذا التراخي يعني. فهنا المشكله يعني، هو يمكن زي ما سمعت حالا من مستشار وزير التنميه المحليه ان هو يعني بيقول ان الوزير ملوش دور او ملوش سلطات، وفي نفس الوقت هو يعني ايضا قال ان هو له سلطات. صحيح يمكن ما فيش سلطات مباشره لوزير التنميه المحليه على المحافظين، ولكن اعتقد من الناحيه الفعليه ان هو له دور غير مباشر ويستطيع ان هو يقوم به. إن هو هي دي كانت بدايه الاجابه الحقيقه، ان ولكن في نهايه الاجابه كان ان رئيس مجلس الوزراء مدي تفويض لوزير التنميه المحليه، معناه ان هو معاه الصلاحيات ان هو يتعامل، وبدليل ان احنا قبل اختيار المحافظين كل وسائل الاعلام كانت بتتعامل مع وزير التنميه المحليه، وهو كان بيجاوب اجابات واضحه فيما يخص المحافظين واختيارهم يعني. لا فعلا كلام حضرتك صحيح يعني. يا ريت نوضح. ان هو وزير التنميه المحليه وبالذات في السنوات الاخيره دي بيلعب دور كبير جدا او لعب دور كبير جدا في اختيار المحافظين او في ترشيح المحافظين. هو مش بس في ترشيح المحافظين، ولكن ايضا باعتباره هو عضو في مجلس الوزراء، باعتباره هو قريب من رئيس الوزراء يستطيع ان هو يمارس دور على المحافظين. ومن ناحيه ثانيه هو مسؤول عن تلقي تقارير دورية من المحافظين. بالاضافه لكده هو من خلال تفويض رئيس الوزراء ليه هو مسؤول عن تعيين رؤساء الاحياء والمراكز والمدن والسكرتيرين العموم والسكرتيرين العموم المساعدين، فيستطيع ان هو يعني يقوم بعدم تعيين الشخص اللي هو متراخي او بنقله او بان هو يشيله من منصبه، فهذه او اتخاذ اجراءات قانونيه ضده في حاله ان هو مخالف، الاجراءات القانونيه ضده في حاله وجود مخالفه. فاعتقد ان هو من الناحيه الفعليه له سلطات، ولكن ده بيتطلب ان الوزير يبقى عنده رؤيه واضحه لدوره كوزير كرجل سياسي يعني. وان هو يستطيع ان هو يتابع هذه الرؤيه مع الساده المحافظين. طيب هو بشكل عام يعني كيف يتم رفع كفاءه الاداره المحليه او كفاءه يعني المحليات في الشارع المصري او في المحافظات او في الاحياء المختلفه؟ رفع كفاءة الإدارة المحلية ده مطلب ضروري سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعديها، وبيزداد هذا المطلب بعد الدستور الجديد أو التعديلات اللي تمت في 2014، اللي هو زي ما قلت ان هو بيدي فرصه لتكوين نظام محلي قوي في مصر، ولكن ده بيتطلب صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور الحالي. وده يعني يمكن العمليه طولت شويه في تاخر صدور هذا القانون، ولكن اعتقد بمجرد انتهاء من تشكيل البرلمان اعتقد هتبقى الفرصه مواتيه لصدور قانون جديد يعطي سلطات واضحه للمجالس المحليه، يعمل على تكوين مجالس محليه تلبي طموحات المواطنين، ويبقى الاعضاء بتوعها مختارين باختيار دقيق نزيه من جانب المواطن، ويبقى ممثل لجميع فئات المجتمع سواء كانوا الشباب او المراه او غيرهم. فده وبالتالي ايضا ممكن يبقى من خلال تمكين القيادات التنفيذيه او المحافظين ورؤساء الاحياء والمدن من القيام بدورهم وتحمل مسؤوليه. طيب ومن ضمن يعني الطرق اللي بيتم من خلالها رفع الكفاءه ربما هي النظر الى التجارب الاخرى للدول المجاوره او حتى الدول اللي نجحت في ان هي تعالج او ترفع كفاءه الاداره المحليه عندها، فاحنا هل عندنا تجارب ممكن يتم النظر اليها او يتم يعني الاخذ بالنماذج اللي صارت عليها يا فندم؟ طبعا هو الدول كثيرة يعني قطعت شوط كبير في مجال اللامركزية وفي مجال تمكين المجالس المحلية وتمكين المواطن نفسه بأن هو يبقى له دور في صنع القرار المحلي، وأن هو يراقب المسؤولين عن صدور القرارات المحلية أو حتى عن تنفيذ القرارات المحلية. فكل الدول أو معظم الدول حتى في أفريقيا، مش بس في دول أوروبا الغربية ولا دول الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن دول كثيرة في السنوات الأخيرة دي قطعت شوط كبير في مجال اللامركزية. ولكن بصفة عامة أنا لا أحبذ أن يبقى في نظام معين يتم اقتطاعه أو نقله من دولة إلى أخرى، ولكن بصفة عامة زي ما قلت لحضرتك أن لابد من تمكين المجالس المحلية من يبقى لها دور في وضع الخطط المحلية وفي متابعة تنفيذ هذه الخطط. يبقى فيه دور للمواطن أيضا في أن هو يختار الأعضاء اللي هم شايفهم هم دول اللي بيعبروا عنه أو اللي هم يمثلوه في المجلس المحلي. يبقى في أيضا تمكين للمواطن في مساءلة عضو المجلس المحلي وفي مساءلة القيادات. دي من أهم النقاط أعتقد دي. فده بالإضافة برضو التمكين المالي للوحدات المحلية والمجالس المحلية بحيث أنها تستطيع أنها تقوم بدورها الحقيقي. تمام. دكتور سمير عبد الوهاب رئيس قسم الدراسات الإدارية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا برأيك من خلال رأيك بصوتك. الحقيقة أن مصر من أوائل الدول في العالم اللي بدأت في تطبيق المحليات لو هنرجع للتاريخ، وده مع إنشاء مجالس المديريات، ده كان سنة 1866 من أيام الخديوي إسماعيل، وبعد كده اللي تبعه من صدور عشرات القوانين اللي بتنظم شكل الإدارة المحلية في مصر. ولكن يعني مع مفهوم النظام الحالي أو المحليات الموضوع تحول بمرور الوقت إلى مفهوم يعني سيء السمعة الحقيقة في مصر تحديدا، بعد ما ارتبط بالآلاف من قضايا الفساد والرشاوى والإهمال. التحقيقات بتحفل بالعديد من قضايا الفساد في المحليات في مصر، ودي شكاوى، مش بس شكاوى، دي كمان بلاغات وتحقيقات بتثبت ذلك. يمكن من ضمن النقاط المهمة جدا اللي اتكلم عليها الدكتور سمير عبد الوهاب وهو خبير في هذا المجال هي فكرة ان لابد من محاسبة المسؤول. لو احنا بنتكلم على ان المواطن او ان المجتمع نفسه بقى عنده مشكلة وعنده تراخي وبقى عنده استسهال، دي كلها مش برضه هي مشكله المواطن، ولكن مشكله الدوله ان هي ازاي تواجه هذا التراخي او ان هي ازاي تسن القوانين او تطبق القوانين على الجميع، سواء على المسؤول عن ان المواطن بقى عامل كده او على المواطن اللي عمل كده او على المسؤول اللي ساب المواطن يعمل كده او المواطن او المسؤول اللي هو ما عرفش يحل مشكله او يحكم بالعدل بين اتنين، سواء كان ساكن في عماره معينه اشتكى ولكن صاحب العماره عنده ناس مهمين فحلت المشكله. ما ينفعش ابدا ان ده يبقى ماشي، ودي يمكن من اهم اسباب الفساد اللي موجود في المحليات. بعض الخبراء عموما فسر الفساد ده بسبب تدني رواتب الموظفين، ده غير الروتين الاداري وكثره الاجراءات بقى اللي بيعاني منها المواطن اللي هو بيطلب اساسا خدمه فروتين، فبالتالي مش هتتحل مشاكله طول ما الروتين ده موجود. بعضهم قال كده، وقد يكون فعلا ده سبب من الاسباب. عموما يمكن دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، وخليني بس قبل ما اختم الحلقه اقرا التعليق اللي كان واصل لنا. هو يمكن ملوش علاقه قوي بحلقه النهارده، ان هو كان عن الشهر العقاري، ولكن هو توقع ان ممكن يكون ده سبب او جزء من حلقتنا، فانا هعرض المشكله كامله واوعدك باذن الله ممكن نناقشها في حلقه من الحلقات المقبله. هو بيقول انه كان في الشهر العقاري، ده كان من اسبوع تقريبا، في سوق السيارات لعمل توكيل لبيع سياره، وكان الساعه 10 الصبح، كان يوم جمعه. فلما طلب من الموظفه ان هي تعمل له التوكيل قالت له تعالى بعد صلاه الجمعه، فقال لها ده قدامي ساعتين او 3 ساعات لسه على بعد الصلاه، قالت له هو ده اللي عندنا. فمشي وفضل واقف بره، وهو معدي بره لقى واحد حاطط مكتب بره باب الشهر العقاري، وبيقول له انا هخلص الموضوع ده ولكن عليك انك تدفع، هو الموضوع ب 30 جنيه في العادي، 150 جنيه وانا هخلص لك الورق دلوقتي حالا. دفع الفلوس والراجل خد الورق ودخل بيه لمدير الشهر العقاري اللي موجود. انا مش هقول اسم يمكن الموضوع، ولكن خلينا اوضح لكم قد ايه الموضوع ممكن يكون روتيني وبيؤدي لفساد بعد كده. دي كارثه لو ده حاصل فعلا. 150 جنيه خلصها، دخل للمدير اللي قاعد جوه، كان الساعه 10:05 يعني، وخلص الموضوع ب 150 جنيه وانتهت المشكله بالتوقيع اللي كله بيخلص في ساعتها، اللي كان لو ما دفعتش 150 جنيه يبقى استنى 3 ساعات عشان تخلص مشكلتك. الموضوع مش بس روتين، الموضوع فساد. فده يمكن بتختص بيه وزاره العدل بما انه الشهر العقاري مش وزاره التنميه المحليه، ولكن كانت لازم ان انا اعرض المشكله وهنحاول نتكلم عنها ونسال ايه السبب في مشاكل الشهر العقاري. في طبعا يعني شهر عقاري بتحصل فيه الموضوع بشكل طبيعي وسلس، والحقيقه انا مريت بتجربه زي دي وكانت سلسه جدا، ولكن حاجه زي دي لابد من عرضها ولابد من انتهائها، ما تستناش الاعلام يعرضها عشان تحلها. طيب بكره ان شاء الله حلقه جديده من رايك بصوتك، هنتكلم فيها قبل دلوقتي بساعه عن موضوع جديد وهو عن الرقابه على الانترنت برضه، ولسه هنتابع مع بعض موضوعنا واسئلتنا فيه كالتالي. قانون الجريمه الالكترونيه، ما رايك في قانون الجريمه الالكترونيه الذي وافقت عليه الحكومه وارسلته لرئيس الجمهوريه؟ طبعا هنتكلم عن القانون، عن بنوده، هنسالكم عن رايكم فيه. هل سيحدد القانون أو سيحد عفوا من إساءة استخدام الإنترنت وخاصة بالنسبة للتنظيمات الإرهابية؟ ده جانب من ضمن جوانبه. الجانب الآخر، هل يصطدم القانون مع حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بكرة إن شاء الله هنفتح الموضوع ده معاكم. قبل دلوقتي بساعة هنستنى آرائكم وآراء المسؤولين، هنسألهم عن يعني مدى اصطدام ده بحرية الرأي، أو حتى عن مدى قدرة هذا القانون في علاج المشكلات أو مواجهة التطرف أو التنظيمات الإرهابية على الإنترنت. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رأيك بصوتك على النهار اليوم، حتى نلتقي. إلى اللقاء.